عاوز أقول رسالة للأصدقاء الإعلاميين اللي كانوا دايماً بيتكلموا على تزوير عضوية الحاج مجدي العتال والد نائب رئيس نادي الزمالك هاني العتال. حصل الحاج مجدي العتال وكافة أفراد الأسرة على عضوية نادي الزمالك وتسلموا الكرنيهات بعدما حصلوا على حكم نهائي واجب النفاذ بصحة عضويته. حكم نهائي واجب النفاذ بصحة عضويته. يعني بعد 4 سنين تقريبا، ما الانتخابات هي في 7، ماشي؟ بعد 4 سنين تقريبا بيتم اتهام الحاج مجدي العتال والد الاستاذ هاني العتال نائب رئيس النادي والاسره كلها بان هم مزورين وتجار مخدرات وكاني وماني وبابشع الالفاظ ولعدد من الساعات اليوميه على شاشه قناه النادي او قبل كده وهم مأجرين هنا او مأجرين هناك او في منظومه الاعلام كلها في نادي الزمالك. بيتم ان الراجل بيثبت حقه بعد 4 سنين ان العضويه سليمه ولا هي مزوره ولا هي اي حاجه. وعاوز اشرحها لحضراتكم عشان كلكم ممكن تبقوا اعضاء في اي نادي. انت بتقدم صور شهاده الميلاد، صور شهاده التخرج، صور قسمه الجواز، صور مش عارف ايه، بيطلعوا على الاصل وبتقدم الصور. واحد بيجيب صوره وبيجي على البتاع ويخفي اسمك ويعمل حاجه تانية، يخفي صفه المؤهل ويحط حاجه تانية وكوبي وبيست والعب والعبي يا العام. ويظل الاتهام وتظل انت 4 سنين تكافح من اجل اثبات انك انت رجل يعني سمعتك طيبة وعلاقتك طيبة وأوضاعك كلها طيبة، وأن ما يحدث ما هو إلا افتراء شديد جدا من رئيس نادي الزمالك السابق على الحاج مجدي العتال والد هاني العتال وعلى كل أفراد الأسر. 4 سنين بيتشتموا وبيتم إلصاق بهم تهمة التزوير. هل يمتلك جيش الإعلاميين وهزاز الرؤوس والمنظومة الإعلامية لنادي الزمالك في عهد المجلس السابق القدرة على الاعتذار لهذا الرجل وأسرته؟ هل يقدروا يعملوا ده؟ هل يقدروا يقولوا احنا غلطنا؟ هل يقدروا يقولوا ان احنا ظلمنا هذه الأسرة وان احنا عمالين نسمع اتهامات وحكاية ورواية واحنا ساكتين ومحدش بيتكلم؟ يعني كلام يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمت، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي تسطرت وهزت راسها كده وقعدت تهز في راسها. و فيما الاخرين يتم انتهاك او الخوض في سمعتهم وبأبشع الالفاظ.